صباح الخير يا سابع. المرة الماضية أخذنا عن تصفح الويب، وأخذنا كيف يفتح البرنامج، وأخذنا عن الأجزاء الرئيسية للبرنامج أو نافذة البرنامج، وأخذنا كيف ننهي العمل. إن شاء الله اليوم يا سابع إن شاء الله رح ناخذ عن الدرس الثالث وهو عناوين المواقع الإلكترونية. بهمنا نعرف إنه شو يعني عنوان الموقع الإلكتروني، تمام؟ هلا يطلق على عنوان الموقع الإلكتروني مصطلح الـ URL. طبعاً هدنا نعرف شو يعني URL، وهو عبارة عن عنوان الموقع الإلكتروني، اختصاره بالإنجليزي Uniform Resource Locator. أوكي، إذن عنوان الموقع الإلكتروني يطلق عليه URL، تمام؟ لما أجي أحكي لك شو هو الـ URL يا سابع، رح تحكي لي هو عنوان الموقع الإلكتروني، تمام؟ يتم من خلال الوصول إلى موقع أو صفحة على الإنترنت. إذن الـ URL أو عنوان الموقع الإلكتروني هو عبارة عن أداة يمكن من خلال الوصول إلى موقع أو صفحة موجودة على شبكة الإنترنت. تعريف الـ URL أو عنوان الموقع الإلكتروني هي عبارة عن أداة يتم من خلالها الوصول إلى الموقع أو صفحة موجودة على شبكة الإنترنت. بنعرف يا سابع إنه كل صفحة أو موقع موجود على شبكة الإنترنت لها عنوان فريد بميزها. لما أجي أنا أحكي لك مثلاً يا فلان أنت وين ساكن، رح تجي تحكي لي ساكن بالشارع الفلاني رقم عمارتي 5، تمام؟ بأجي أسأل الطالب الثاني وين ساكن، رح يحكي لي مثلاً بنفس الشارع لكن رقم عمارتي 7، تمام؟ بنلاحظ إنه أنت إلك مكان مميز فريد، يعني إلك مكان عنوان خاص فيك، تمام؟ إلك عنوان خاص فيك بميزك عن غيرك، تمام؟ كمان نفس الشيء عناوين المواقع الإلكترونية، لكل موقع موجود على شبكة الإنترنت عنوان فريد بميزها عن غيرها، أوكي؟ إذن عنوان الموقع الإلكتروني نحكي له URL. شو يعني URL أو عنوان الموقع الإلكتروني؟ هي عبارة عن أداة التي يمكن من خلالها الوصول إلى الموقع أو الصفحة على الإنترنت، تمام؟ حكينا لكل صفحة أو موقع على شبكة الإنترنت عنوان فريد بميزها. هلأ من إيش بتكون العنوان الموقع الإلكتروني، تمام؟ بنعرف إنه بتكون العنوان من مجموعة من الحقول لكل حقل معنى. أنا لما أجيب عنوان إلك URL لإلك بتكون من حقول، هذا عبارة عن مجموعة من الحقول وكل حقل بيحمل دلالة أو معنى، تمام؟ نعرف إنه كيف بتتشابه العناوين مع بعض الحقول، ولا يجوز أن تتشابه في الحقول كلها، تمام؟ هلأ مثلاً أجي أحكي لك أنا ساكنة مثلاً أنا ساكنة بناعور، مثلاً حي المصدر نفرض عمارة رقم 5، تمام؟ يجي مثلا طالب تاني يحكي انا ساكن بناعور حي المصدر عمارة رقم 7، تمام؟ انا وياك ساكنين بنفس الحي وبنفس المكان، ولكن رقم العمارة اختلف بيناتنا، تمام؟ يعني انا وياك تشابهنا مثلا بنفس الشارع، تشابهنا بنفس الحي بنفس المنطقة، لكن هل رقم بيتي نفس رقم بيتك؟ لا، في تشابه بالعناوين ولكن مش بكل الحقول، بحقول معينة. يعني انا ما عندي مثلا انا وانت رح نكون ساكنين بنفس البيت الا اذا كنا من اهل البيت نفسه، تمام؟ لكن انه انت مش من عائلتي ولا انا من عائلتك، تمام؟ ساكنين بنفس الحي بنفس الشارع مثلا ولكن مش بنفس البيت، تمام؟ في عندنا تشابه بمكان السكن ولكن وليس في المكان نفسه، تمام؟ نفس الاشي يا مس، عنوان الموقع الالكتروني بتتشابه العناوين في بعض الحقول، بنلاحظ في بعض الحقول وليس كلها، تمام؟ يعني ما في عندنا صفحة لها نفس العنوان، تمام؟ أو 5 صفحات لهم نفس العنوان، أوكي؟ ما بيصير هذا الإشي. هلأ في عندي أنا مثال http://www.mo.gov.jo. هذا يامس مثال على موقع إلكتروني، تمام؟ هذا عبارة عن مثال على موقع عنوان موقع إلكتروني. بدنا نعرف إيش مكونات هذا الموقع، تمام؟ هلأ أول إشي إذا بنلاحظ هيو ال http نقطتين والباك سلاش هو عبارة عن أول إشي وهو بروتوكول، يعني هذا الجزء يا مس بالأول، هذا الجزء يعني من عند ال http لعند الباك سلاش اللي هون التنتين بنحكي له إحنا بروتوكول الإنترنت، بنحكي له بروتوكول الإنترنت. شو تعريف بروتوكول الإنترنت، تمام؟ هلأ أنا